تضخم. ديفيد مادن محلل أسواق في إكويتي جروب ينضم إلى الحديث أكثر. ديفيد أهلا بك. ويعني يبدو بأن لا نشهد تحركات كبيرة في أسواق العملات، ضعف طفيف بالنسبة للدولار في انتظار بيانات يوم غد الأربعاء، بيانات التضخم. برأيك ما هي السيناريوهات المختلفة التي سنشهدها يوم غد؟ أعتقد أنه مستقبلا غدا أرقام الـ CPI هي المهمة. سيكون هناك إدراك للأرقام العالية التي شهدناها الشهر الماضي بالنسبة لشهر يونيو، وأعتقد أن الضغوط البيعية على الدولار الأمريكي خلال الجلسات الماضية كانت بعد ما حدث يوم الجمعة نتيجة للأرقام الجيدة للقطاع غير الزراعي، وأيضا كان هناك مراكز طويلة المدى بالنسبة للغد، وأعتقد أنه سيكون هناك افتراض بأن هذا الرقم سوف سيزيد إلى مستويات 40 عاما. وأعتقد أنه إذا كانت القراءة كانت جيدة، أعتقد عند 1% أو أقل، أعتقد أن الدولار الأمريكي لن يكون على أداء جيد. ويمكننا أن نقول أن 9.5 أو 9.7 أو 9.8، أو إذا كان هناك 10 لا ستكون مفاجأة، أو في هذه الحالة قد يكون هناك 9.5 أبعد من العشرة، وهذا سيكون ما يؤثر على الدولار الأمريكي. وأيضا إن لم نرى أي ضغوط فإن هذا سيكون مفاجئا عند 8.5 أو 8.2، ولكن علينا نأخذ في الاعتبار أنه خلال الجلسات الماضية لا أعتقد أن الضغوط ستكون كبيرة إذا كان هناك أرقام مخيبة غدا. عندما نتحدث أيضا ديفيد عن الدولار الأسترالي، وخصوصا في وجود هذه المخاوف الاقتصادية تجاه الركود والتقلبات التي نشهدها في معنويات المستثمرين وشهية المخاطرة، ما الذي تتوقعه من أداء بالنسبة للدولار الأسترالي؟ لقد فقدنا القليل فيما يتعلق بالدولار الأسترالي، ولكن هذا في السياق المكاسب بالنسبة للدولار الأسترالي خلال الجلسات الماضية، والتي كانت مدفوعة بأننا رأينا تحولا في النحاس والبلاتين والفضة، والتي كانت تحت الضوء. وأعتقد أن هذا ما جعل هناك ارتفاع خلال الأسابيع الأربعة الأخيرة، وكان هناك أيضا مخاوف فيما يتعلق بصحة الاقتصاد العالمي، وكان هناك أرقام مخيبة في الصين والمملكة المتحدة ومنطقة اليورو وأيضا في الولايات المتحدة. إذن هذا بالطبع ما أدى إلى مخاوف فيما يتعلق بصحة الاقتصاد العالمي، لا سيما فيما يتعلق بالتصنيع. ولكن في الوقت الحالي يبدو أن هذه المخاوف قد تلاشت بطريقة ما، ولذلك شهدنا ارتفاع في المعادن خلال الأيام القليلة الماضية، وشهدنا ارتفاع في الدولار الأسترالي. ديفيد، دعني أنتقل معك إلى اليورو. يعني كان حديث الغاز هو ما يسيطر على معنويات المستثمرين، إن كان في العملة، في الأسهم، في أسواق السندات الأوروبية. ولكن ديفيد، تقريبا منذ يعني حوالي الشهر من الزمن ولا نشهد تحركات فعلية على اليورو إلا في هوامش ضيقة. برأيك هل سيستمر الحال كما هو عليه اليوم، أم أن الصورة ستتغير خلال الأيام القادمة؟ أعتقد قطعا أن هذا النطاق الضيق في تحرك اليورو سوف يستمر حتى أرقام الـ CPI الصادرة في الولايات المتحدة. وأعتقد أن التداول بالنسبة لليورو دولار كان يصعب أن يقوم بخرق مستوياته الأخيرة، وأعتقد أنه وصل إلى مستويات التعادل في نفس الوقت. لقد ذكرت أيضا قضية الغاز التي تسيطر على أوروبا، هذا أمر سوف يستمر أو يعود مرة أخرى في التأثير على المتداولين سواء أحبوا ذلك أم لا.
وفي الآونة الأخيرة في أغسطس وحتى سبتمبر سوف نقترب من الشتاء، وأعتقد أن الغاز سوف يطرأ على السطح مرة أخرى، ولذلك لم نشهد أي تحركات هبوطية في اليورو كما شهدنا في الشهر الماضي. ولكن في الوقت الحالي فيما يتعلق بموسكو وغاز برام وعدم اليقين بالنسبة للغاز، هذا ما سيؤثر في الوقت الحالي، وأعتقد أن هذا سيستمر حتى الأسابيع القادمة، ولذلك لم نشهد تحركات كبيرة في الصعود. وأعتقد أن بعض المتداولين أيضا لا يرغبون في التداول في مراكز طويلة على اليورو، ولا سيما أن أرقام التضخم سوف تصدر غدا، وأيضا إذا كانت صعودية على اعتبار أن الأيام والأسابيع القادمة سيكون هناك حديث عن نقص الغاز في أوروبا مرة أخرى. ديفيد مادن محلص واقف في إكويتي جروب، شكرا جزيلا لك، ودعونا ننتقل مباشرة.